قماسة إقليم شي شباب بالضبط دوار بوليرو هنا باش نقربكم أكثر الصورة ديال الحالة من حالات الإنسانية اللي دائما كنكونوا مواكبينها باش نقربوا لكم الصورة المعاناة ديال الناس. اليوم عندنا واحد الحالة إنسانية صراحة يعني والله يعني يعجز اللسان على ما في القلب. معايا الأباء يعني الأم والأب ديال هاد الحالات، جوج وليدات وبنية يعني كيعانيوا يعني من يعني إعاقة ذهنية صراحة يعني يعني ما كاين حتى شي معيل ديال 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 هاد الناس ديال هاد الوليدات يعني محتاجين أدوية محتاجين ليكوش يعني صراحة والله يعني يعني الصورة 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 بغيتكم تجيو نتوما تشوفوا مشاهدي الكرام جمعية المجتمع المدني والناس الناس اللي احنا ما بغيناش نقربوا الصورة لأكثر الوليدات لأن معايا يعني الأم والأب يعني اللي هما غيقربوكم أكثر للصورة أكثر مني. فمعايا الأم ديالهم اللي لا شوف احنا اليوم جينا معكم ما بغيتكش تبكي لأن لأن احنا عرفنا المعاناة 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 اللي كتعانيو وحس بكم أكثر ولكن عافاك بغيت تقربي الصورة أكثر للناس اللي كيشاهدوا لنا مش بتقولي مريم هاجي مريم الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين زعما تقربت معاهم بزاف ولاني الحمد لله هذا الشيء بغانا الله بارك الحمد لله تنترجى فيكم تنترجى في الله وفيكم الله يرحم الوالدين باش ما اللي قالها تاك باش ما عاونتوني معاهم الله يرحم الوالدين تقربت الحمد لله ولاني هذا الشيء معطيه الله تنترجى في الله وفي المحسنين اللي كانت اللي جات بيني ليكم سمنوا العسل باش ما ليكوش باش ما القفا المهم باش ما انا ما بغيت كاع زعما ندير عليهم واني بغيت نصبر باش الله يرزق لي على جر داكشي اللي تنترجى في الله هي الحمد لله الله يجازيكم بخير الله يدير بحسابكم الله يجعل سيدي ربي تبارك وتعالى يوسع لكم لا في الدنيا ولا في الاخره الله يعوضكم خير الله يعوضكم خير واجركم لله انت ولا الاب ديالهم اللي كتعانيو معاهم بزاف وحنا شفنا هادشي فبغينا عافاك تكلمي لنا على هاد الوليدات بثلاثه قولنا الاسماء ديالهم والاعمار ديالهم وشنو كيحتاجوا بالضبط وهاد الاعاقه ديالهم واش هما تزادوا هكا كيفاش واش ربما مرضوا كيفاش حتى الناس اللي كيشوفوني لان يعرفوا الحاله ديالهم لا تزادوا هكا هكا تزادت البنت يلاه تزادت النهار الاول عرفناها واش مريضه تزادت صغيره عرفنا واش مريضه اللي قال هذا قعدت شحال وعاود ثاني جوج وليدات اخرين الحمد لله دوك الحمد لله كاينيت واحد مجوج الحمد لله عنده وليد الحمد لله واحد اخر راه عنده 20 عام حتى هو الحمد لله هذوك جوج الحمد لله وهادو متابعين جوج واحد البنت عندها 31 عام والولد حتى هو عنده 18 عام وهاد الاخر ثاني هذا اللي صعيب بزاف 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 اللي كان هذاك راه ما علم الى الله الحمد لله طيضربني وطيضرب كل شيء مهم ديما انا هذاك شيء ما نتفرقش مع هذاك ديما يديا ما تنفرقش مع انا والباه وباه تعاوني حتى تمام الحمام ديالهم في كل شيء نسخنوا الحمام ويعاوني باه زعما انا وباه زعما اللي دايرين جهدنا ما انا ما نخرج فيه نمشي والناس يخرجوا انا ما نخرج ما ندير على قبل الدراري تنطلب سيدي ربي تبارك وتعالى يسع عليكم لا في الدنيا ولا في الاخره الا درتوا لي شي حل تعاوني انا معاهم تعاونوني هي باش ما الحمد لله اما هذا الشيء راه بغانا الله بك الحمد لله اصدي ربي الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين. نعم العمر ديال الوليدات كيف قلتي لي عندك يعني جوج وليدات وبنيه هما اللي مرض الان فالعمر ديالهم بالضبط البنت عندها 31 عام والولد اخر 18 عام والولد اخر طالع ب 15 عام هذا العام اي داكشي وكنت ديرهم دابا في الدار يعني واش كيف قلتي ما كتخرجي ما كتجعلي يعني علاش واحد فيهم كي قلتي تيضرب وعني تيحاول يضرب اي هذا تيضرب بزاف هذا تيضرب بزاف هذا اللي كان كانت البنت حتى هي الحمد لله هاد 3 سنين ولات شويه ما حتى هي كانت كرفصاتني تطلع لي طال 4 وطلع مع شاط تنضل تنجري تنطلب الناس تيجروها مع بحال ولات بعدا هاد 3 سنين الحمد لله لاباس بعدا تشد عليها في الدار بعدا وتعاود تدخل اما كلشي باقي كلشي تايديروا حوايجهم البنت راه باقي دروك دروك البنت تحاول معها دروك تدير لي كوش ندير كلشي ما عندي كلشي الحمد لله والبنت هذاك حتى هو اللي في البيت ما طاينوط كاع هذاك ما طاينوط تنقلبو تنوط في الليل جوج خطرات في الليل وانا ولا با تنوط تنقلبوهم هكا ولا المهم تنقلبو وهذا الاخر حتى هو الحمد لله داير بزاف واخا ما عندكم مثلا مشيتو ديتو مثلا تغيير يشوفوهم ولا عندك لا ما عندنا جد باش نمشي ما نكذب عليكش تنسولو حكا من التسع ولا ني لا اله الا الله ما عندنا جد باش نمشيو تيقولوا الناس ديوه للطبيب شوفوا راه باي ولكن حتى واحد ما قلبنا ليه شي حاجه حتى واحد يلا هذا الولد تقرصنا ما تليتش كديتي مريضه انايا بزاف
مريضه زعما ما قديتش باقي نتحمل على هذا الشيء تاع عيد. قلت ليه نشوفوا شي طبيب نفساني يعطيني هي شي دواء باش غير نتهد شويه. الحمد لله الحمد لله صدق ربي لي شي دير الكرام صراحه والله يعني والله يعني معاناه يعني كيف ذكرت من قبل فيعجز لي ثاني على في القلب. والله يعني بغيتكم في هذا نداء لكم نتوما جمعيه المجتمع المدني نداء يعني للمحسنين انهم يجيو ويشوفوا بعينهم لان احنا ما قديناش نقربكم بصوره اكثر لان الصوره يعني هاد الناس كيعانوا بزاف. راه ذكرت السيده ان ما كيخرجوش لان علاش هما اللي مقابلين هاد الوليدات. الوليدات ما زاروش الطبيب لان ثلاثه الوليدات مرادين اعاقه يعني ذهنيه ما كيخ يعني صعيب 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 يعني المعاناه كثيره. والان انا متقدمين ماشي مشكل ان الوليد الان يعني في واحد الحاله يعني يرتله صراحه. فالنداء نداء عاجل لكم نتوما نداء عاجل لكم نتوما الجمعيات المحسنين جيو زوروا هاد الناس وشوفوهم وقدموا لهم يعني اليد المساعده لانه والله يعني راه الان هاد الناس كيعانوا بزاف يعني بجماعتكم هذا يقدم شي شوط ورب العروب. فنداء عاجل لكم مشاهدينا الكرام ونتلاقاو دائما في لقاء اخر. تبارك الله عليكم.